من جانبها، كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن تسجيل العديد من الحالات المرضية بين أهالي محافظة البصرة جراء ارتفاع نسبة الملوحة في المياه. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان مقتضب أن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه البصرة أصبح يهددها بكارثة إنسانية خطيرة نتيجة ظهور الكثير من حالات الإسهال الشديد والأمراض الجلدية بين مواطنيها.